بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة على شهدائنا الأبرار، شهداء الحرية والكرامة. نهنئ شعبنا في دمشق وما حوله بتشكيل لواء الحبيب المصطفى خلال الأيام القادمة، كما نبارك لهذا اللواء اتفاقه مع حركة الرديف الثوري التي أثبتت مصداقيتها تجاه ثورتنا العظيمة. وبدورنا كلواء رجال الله نشكر حركة الرديف الثوري الممثلة بشخصية الأمين العام أبو عبد الرحمن، ونجدد شكرنا لدعمها المادي والمعنوي. ونحذر للمرة الأخيرة أي جهة تشكل أو تشكك بمصداقية هذه الحركة. وأخيرا نحذر من التعامل مع الأشخاص التالي أسمائهم: لؤي الزعبي وأحمد الأمين والمدعي بأبو جعفر، وذلك بعد أن اكتشفنا سوء تعاملهم وقيامهم بأعمال لا ترضي الله تجاه هذه الثورة اليتيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.